الله يوقفي. ليش وقفت هون؟ يعني ما حلو نروح لعندهم وإيدنا فاضية، لازم ناخذ شيء معنا. شو بدك تاخذ له؟ بدي اخذ لهم علبة حلو ظريف. ايه لا تخليه يحط لك من اللي بالواجهة، خليه يحط لك من الصدورة اللي جوا. رح خليه يحط لي من الصدورة اللي للبدورة. Televizyon kokusu gün boyu evinizden gitmeyecek. Dixi çiçek büyük. Cemil, ليش طفيت التلفزيون؟ يضربوا هن وهالدعايات، يعني إذا مو بكل دعاية دحشوا بنت ما بتنباع البضاعة؟ إيه طبعاً لازم حطوا بنت حلوة مشان تحلى البضاعة بعين العالم. تأخروا جميل، أبصر شو صاير معه. يمكن بطلوا. أصلاً هذا اللي بدك إياه. أحسن لي، إن شاء الله، لأنه بدي نام. أكيد هني. مساء الخير. مساء النور، أهلين مها. كيفك؟ يا أهلا وسهلا، تفضلي يا أهلين. أهلين أستاذ معين. صباح مساكي. يا أهلين. تفضلوا يا أهلا وسهلا، تفضلوا يا أهلين. كيفك أستاذ جميل؟ هلا الحمد لله، الحمد لله. مساء الخير أستاذ جميل. الحمد لله، الحمد لله. مساء. الحمد لله. ما عرفتكم ببعض. مها مرته لمعين، جميل زوجي. فرصة سعيدة، تشرفنا أخي جميل. الحمد لله، الحمد لله. ليش واقفين؟ تفضلوا عدوا، اهلا وسهلا. شكرا كثير، ميرسي. عيب الشوم، ليش معذب حالكم؟ مو معذبين حالنا ولا شيء، نايم اشتهالكم يا هو، ما بعرف شو فيها. فيها حلو، انا كثير بحب الحلو. شكرا كثير استاذ نايم، عذبت حالك. انا قلت اني انا كثير بحب الحلو، هدول جايبهم مشان اكلهم انا. صحتين وهنا. يلا امي لله، شو بدنا نساوي؟ باكلهم انا واخي جميل، ما هيك اخي جميل؟ ونحن الحمد لله، الحمد لله. انتو كل الحلاوة، انتو مو ناقصكم حلاوة، انتو العلقم بيدخل لتمكن بيطلع قطر. شايف يا استاذ جميل، شايف قديش جوزي هالكني بغزله؟ الحمد لله، الحمد لله. علقت؟ بدي نام. معناتها بحبك كثير مها. من جهة بحبني، بحبني كثير، ليش الكذب؟ بس اوقات بيزيدها شوي، والزايد اخو الناقص. مرتي مها بتتضايق كثير من حكي الحلو، خصوصي إذا كنت عم جامل حدا غيرها. ما قلنا إلا أستاذ جميل، حضرتك بتقدر تشوف وحدة حلوة وما تقول لها أنت حلوة؟ الحمد لله، الحمد لله. قلت لي بدي نام. ما حكيتي لي هنا، شلون كانت جولتك بتدمر؟ إن شاء الله ما تعبتي. خلينا نروح أنا وياكي على المطبخ نساوي القهوة وهنيك بحكي لك، وخلي الأستاذ نعيم مع جميل يتعرفوا على بعض. يلا. Thank you.